أصابهم إليها حتى نحذر ذلك ونحذر منه. وإنه يخرج من أمتي رجال يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى، كما يتجارى الكلب في صاحبه فلا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماعة المقصودة في هذا الحديث الصحيح قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. ولنعلم أن النجاة والفلاح والسعادة وكل عناصر الخير هو في اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته والسير على نهجه ونهج صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. شكرا لكم مع الشيخ على هذه التوجيهات وهذه النصائح التي أرجو أن تجد آذان صوتها وقلوبنا. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما من صاحب ذهب أو فضة عام يشمل الحلي وغيره من أنواع الذهب. ولما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من أجمع وأخطر في صلوات أخذا بغصة أحد العلماء الذين قالوا بذلك. القصر والجمع رخصتان من رخص الله سبحانه وتعالى لعباده، وهما دلالة على سعة هذه الشريعة وسماحتها ورفعها للحرج والتخفيف عن المسلم، وخصوصا إذا كان مسافرا بما يجده من المشقة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: إن الله يحب أن تعفى رخصه كما يكره أن تعفى معصيته. ولذلك